بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسدادة والنجاح. نحييكم في صباحية هذا اليوم يوم السبت الموافق 23 من شهر 1 لعام 2020 ضمن انطلاقات الفطامين من مسافة 200 ونسير إلى المقدمة الأولى ونتابع المركز الأول والبداية. هنا الآن اللي على المقدمة على الصدارة الأولى جنون راشد بن سالم بن سلطان القمزي، المركز الثاني يتابع اللي قادمة في هذه اللحظات اللي وصلت الظبي محمد بن معه بن عمير الفلاسي، والمركز الثالث هذه هي ود راشد بن محمد بن رويقدة ألف تبي، والمركز الرابع في المركز الرابع القادمة صايل أو صايل عيسى بن عبد الله بن يبيع السبوسي، ولكن عودة إلى جنون إلى جنون ما شاء الله. هنا جنون على الصدارة الأولى على المركز الأول راشد بن سالم القمزي في مقدمة هذا الاندفاع وفي البداية الأولى ما شاء الله سلام، ولكن شوف اللي قادمة هذه الشاهنية محمد بن عبد الله بن دبيلة قادم في هذه اللحظة بالشاهنية، ولكن جنون الصامدة جنون الصامدة والشوط يبغي له مثل جنون الشاهنية قادمة مع بن دبيلة، ولكن جنون هي أيضا من تألقت بالشوط الرئيس والشاهنية وجنون، ولكن اللحظات الأخيرة تهانينا وناموس إلى مالك جنون اللي فازت بالمركز الاول، تهانينا وناموس الى ايضا راشد بن سالم القمزي المركز الثاني. من وصلت مشاهدينا الاعزاء الشاهنيه لمحمد بن عبد الله بن دبيله المركز الثالث. كان دخول عندي انا 48، كان دخول جماعي. ناخذ مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني دقيقه و48 ثانية. تهانينا وناموس إلى مالك جنون راشد بن سالم القمزي، تهانينا وناموس للجميع.